والمزيد حول المشهد الانتخابي في العراق معنا عبر الهاتف من العراق الكاتب والإعلامي كريم حمادي. أهلا بك سيد كريم، وبداية مع أيضا الإعلان عن يعني القراءة الأولية التي أشارت إلى تقدم أيضا العبادي والصدر في وقائمتهما، يعني هل ترجح استمرار التفوق لها حتى الانتهاء من عملية أيضا الفرز بشكل كامل؟ هي أتوقع لك استمرار هذا يعني هذا التقرير عن تلك الطريقة فرز تقريبا على المستوى العام في داخل بغداد، لأنه تم إلكترونيا فالفرز بهذا الاتجاه تقدم تبادل كبير قائمة مصر قائمة سائرو لمغرب وأضاف القوائم يعني تراوحت تقدمها عبر المحافظات العراقية. بقي التأكد من عملية التصويت في الخارج لأنها تمت بالطريقة القديمة، عموما لن تؤثر كثيرا لأنها تعد 10% من الصوت في الخارج، النسبة المئوية الكبيرة ستكون بهذا الاتجاه بهاتين القائمتين وتليها باقي القوائم بنسب مختلفة. نعم. وبماذا تفسر أيضا هذا التقدم للقائمتين؟ ربما توقع البعض أن يحدث هذا بالنسبة لائتلاف النصر، لكن أيضا بالنسبة للصدر ربما كانت محل شك هذه المرة تحديدا، بما تفسر أيضا ما حدث؟ يعني هناك أسباب لهذا التقدم. تعلم جيدا أن السيد العبادي حقق خطوات مهمة، يعني على داعش كان قضية محورية دعت الناس إلى التركيز على هذه القائمة، يعني حافظ في تحركه فيما يخص مسألة كركوك، حافظ على يعني وحدة البلد دون أن يريق الدماء، كان هنالك ربما مخطط أو توقع معين لأنه تتجه الأمور اتجاه خطير جدا عندما حصلت قضية كركوك وحاول مسعود البرزاني فرض الأمر الواقع في حينها، إلا أن تحركه وإن كان مدعوما دوليا بالتأكيد وهذا أعطاه قوة تنفيذ ما هو مطلوب سيره بالعملية إلى النهاية، وعدم إلا احتكاكات بين الجيش العراقي وقوات الجيش مسائل كثيرة في حينها. هذا أمر يعني عزز كثيرا من سمعة العبادي داخل المجتمع العراقي، فضلا عن كونه يعني قريب إلى النفس المدني ونفس التغيير الذي يطالب به جمهور الشباب العراقي كثيرا، يملك عقلية اقتصادية جيدة، آراءه الاقتصادية يعني تلامس أفكار الشباب. الشباب الآن عندما يعاني من البطالة لا يريد خطابات، لا يريد حمل سلاح، تعب العراقيون من حمل السلاح و القتال والدماء، مروا بكل المخاضات التي على الاتجاه يعني قائمة السائرون سيد مقدر صدر. نعم. يعني وهذه القائمة تحديدا رغم قائمة الصدر، نعم، رغم ما وصف بأنه محاولة تهميش للصدر في الفترة الأخيرة في مقابل قيادات شيعية أخرى، وبالتالي قد تكون هذه مفاجأة أيضا في هذه الانتخابات، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ فيما يخص يعني من يعرف يعني الخارطة العراقية لن يفاجئ كثيرا. قائمة الصدر تضم ثلاث جهات، الجهة الأولى هم يعني القريبون من الصدر أو محبو مقتدى الصدر الذين يصوتون على أي مجموعة يقترحها مقتدى الصدر لأتباعه، هذه يعني عدد معروف ومفهوم. أضيف لها مجموعة من السنة العرب، قيادات سنية مثل مضر شوكت قيادة سنية معروفة ومعتدلة ومدنية تكنوقراط، هذه أضافت له بعض الأسماء. الإضافة الأخرى هم الشيوعيون، يعني الجانب المدني بنسبة معينة يميل، يعني أيضا الشيوعيون لديهم أتباع محددون ومصوتون دون هذا الشارع يميل كما قلت لك قبل قليل نحو
يعني الشعب لا يستمع الآن إلى الجهات أو الأحزاب التي تروج له كأنه حامي المذهب المعين أو الطائف المعين أو المكون الفلاني. تبين له بعد القضاء على داعش أن كل المكونات العراقية مستهدفة، سني شيعي كردي، كل المكون هو مستهدف بالنتيجة، والمكونات بطبيعتها تميل إلى التوحد لا إلى التفرق. ولذلك عندما ترى قائمة تضم كل هذه المكونات تميل إليها، ضمت قائمة الصدر المكون الشيوعي العلماني عن الدين، نعم، جزء منها أيضا تصويت ضد فكرة الطائفية. أشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والإعلامي كريم الحمادي، شكرا جزيلا لك.